كل النقا بضل موجود بالرغم من هيك رح نقول صباح الخير، كتب ومدرسة وقرطاسية ومرويل وما بعرف شو، الحمد لله مني منهم. هلا رح نروح لصفحة أو لفقرة صحيفة شفت هيدي عيني صابتك يخزل العين هالوردات مبينين معنا على الهواء مش كتير قول أنا مبين بزيادة هلا وردتنا بامبر جرايد اليوم نقرأ عناوينا مع مارك ساسين منسق لجنة النشاطات بالتيار الوطني الحر، وبنفس الوقت بنحكي معه عن حفلة تنين 12 أيلول لتوزيع بطاقات لمنتسبين جدد للتيار بملعب غزير بهالاحتفال الضخم اللي عم بنظمه التيار. صباح الخير مارك. بوجور. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك على طاولة أجندة اليوم. بالبداية رح نحضر شوي الفيديو اللي عاملينه خصيصا لهيدا الإيفينمون، نرجع من عليه سوا. بروموشن. لأنه حزبنا ولد من رحم المؤسسة العسكرية، لأنه إيماننا بلبنان بيتخطى حدود الوطن، لأنه الإيمان بالمبادئ هو التزام بالمؤسسة، ليسمو نضالنا مؤسسة، لنأمن مستقبل أولادنا، تنحافظ على وجه لبنان الحضاري، لأنه حبة من ترابه بكنز الدنيا، لأنه حقنا نعيش ببلد سيد حر مستقل. لاقونا ب 12 أيلول، 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 لاقونا ب 12 أيلول. بطاقتنا فخر انتماء. أكثر شيء حبيته المرأة الحامل صح لاقونا هي مزبوط لاقونا بالجمع لا الموضوع ما فيه أنه هالعالم اللي شفناهم بالفيديو هن عالم بيمثلوا كل شرايح المجتمع اللبناني نعم اللي هن بيمثلوا التيار الوطني الحر بطريقة مباشرة. نحن ب 12 أيلول أول شيء عم نعلن عن فخر بانتمائنا لحزب قائد وجنرال وعم بيستمر هلأ بمأسسة لنوصل لبر الأمان بموضوع التيار الوطني الحر. ثانيا غير إعلاننا عن افتخارنا بالبطاقة اللي بنحملها عم نفرجي أنه الحزب هو عطول ميكس بين خبرة ونضال من عالم موجودين بالحزب وعالم جديد عم بينضموا لقلنا ليكفوا هيدا النضال ويكفوا الرسالة اللي بلشناها مع التيار الوطني. استحوا الناس يطلعوا أو دغري قبلوا يتصوروا؟ لا بالعكس كانوا عم يتخانقوا مين بدو يطلع. رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل كان عم يحكي عن وجود 17,000 بطاقة للتيار صح. منتسبين اليوم قديش رح يزيد هيدا العدد؟ رح يزيد حوالي 3,000 بطاقة، رح نصير حوالي 20,000 بطاقة ورح يكون في 3 أنواع من المنتسبين. نحن كان كل البطاقات بالتيار الوطني الحر هن للملتزمين، رح يكون في ملتزمين مؤيدين وبطاقة شبابية لنشجع كمان العالم الأصغر يفوتوا وينخرطوا بالتيار الوطني الحر. من أي عمر يعني؟ يعني بطاقة الشبابية هي للعالم من طلاب المدارس لطلاب الجامعات. المنتسبين الجدد أعمارهم بيكونوا من فئة معينة ولا من كل؟ لا في عنا منتسبين من كل الأعمار مثل ما شفنا بالتي في سي، في من كل الأعمار من كل المجتمع من كل الطبقات الاجتماعية، لأنه التيار قبل كل شيء هو مجتمع ويمثل مجتمع كامل، منه تيار طبقي ولا تيار فيه فروقات بين الناس. قبل ما نتابع نحن وياك الحديث نقرأ شوي بعناوين الصحف، نبدأ مع صحيفة السفير بري كينون واحد مفصلي مثل ما كاتبين عم بقرأ أبدا والسنيورة الاحتقان إسلامي أيضا كينون الأول الجلسة الفرعونية للحكومة تعادل سلبي بصحيفة أنها مثل ما بدون إياها السفير طبعا. كيف تعادل سلبي إذا التيار الوطني الحر جعل أنه هيدي الجلسة يغيب عنا تقتصر صح وتقتصر على 6% من المسيحيين نعم. ويغيب عنا إضافة لحزب الله اللي كان مشارك بالجلسة الماضية أيضا وزير المرضى، يعني ما بعرف كيف بيكون تعادل سلبي. وهيدي كانت لفتة ومفارقة كتير مهمة أنه المسيحيين كلهم على ذات الهدف بالرغم من الاختلاف بالشكل بمقاربة الأمور نعم. صحيح. بعناوين النهار كيف أنقذت الحكومة بوصفة ماء الوجوه جلسة الاصطفافات الظرفية لم تخرق المحظور سقوط اقتراح بالعودة عن التمديد للواء خير في مقابل التمديد لقائد الجيش حرب لوحة بمعادلة تطير الحكومة والمشنوق شدد على الاستيعاب كيري ولافروف محاولة سورية جديدة ومقتل قائد جيش الفتح بغارة وزراء الخارجية العرب نددوا بانتقادات إيران للسعودية. قبل ما نتابع أيضا خلينا نروح لاتصال مباشر هاتفي مع رئيس بلدية الجديدة البوشرية السيد أنطوان جبارة. صباح الخير أستاذ أنطوان. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شو جديد النفايات؟ شو جديد النفايات؟ على أساس أنه بده يصدر بيان بالنسبة للموضوع وما صدر البيان، امبارح ما صار بيان، بالنسبة لي أنا أحط دوام حتى
الزباله اللي انكبت بالاوديه بعدها بالاوديه يعني عم تاكلنا زباله بالطرقات بجديده ريس. الزباله عم تاكلنا بالطرقات، في ناس مسؤولين عن الزباله ما تنقلبش على البلديات. نحن مش نحن اللي قضيت 300 مليون دولار، في 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 ناس قضينا وملتزمين الزباله، مش نحن اللي عاملينها، ما تقلبوها على البلديات. نعم، ببعض الطرقات اليوم بالمناطق نحكي بالمسؤول شو عملت فيهم؟ المرة الماضية عملنا نهر، سموه نهر وقاموا القيامة علينا. نعم. وصاروا راحوا على CNN على CNN وطلعت الصرخة. نعم. بينما هودي اللي أنا عملتهم السنة الماضية نهر، سموه النهر. 21 نهر كانوا منشرين كله المبيع كيس بالطريق. نعم. بينما غيري اللي كانوا عم بيحطوا بالأولية بعدهم بالأولية. أنا بقولوا لي وين راح هذا النهر اللي كنتوا عاملينه هونيك؟ قالوا انا اخذته CNN على نيويورك، عم بصب قدام البيت الابيض بامريكا. طيب ريس، من اسبوع حكينا نحن وياك وقلت انه اذا اساس تنين الماضي اذا ما انحلت رح يتم قطع الاوتوستراد بالنوفيات، وشو صار بهذا؟ نعم، في قرار اتخذ من يومين ثلاثه بين بعض من الشباب، بلغوني انه القصه انتهت فيما يتعلق بالموضوع وبدهم يستروا بيات على الاساس. نعم. نحن لحد هلا بعدنا ما عم نكسر الجره. بعدنا يعني بنعتبر انه مش هينه قصه اوتوستراد، يعني بدنا نوقف عالم عن شغله، بده يسبونا الناس، الاخر مش هينه. هالعالم اللي رايحه على اشغيله، اللي جاي من اشغيله، هلا الناس عم بتسب عم بتسب، يعني ما قطعت اوتوستراد ما قطعت اوتوستراد عم بيسبوا. وقت اللي بيطفح الكاين بيطفح الكاين، وصلنا لحلالني تقريبا طفح الكاين. طفح الكاين، نحن رح نشتغل مع بعضنا بوقت البلديات. نعم. خليني بين اليوم وبكره رح نشتغل مع بعضنا وشوف بدنا ناخذ قرار بالموضوع، ما بقى فينا ننظر. لإمتى رح تعطون مهلة أخيرة؟ لا رياض، الزبالة بدها تتحط بمطرح، ما فيك ما تحطها بمطرح. نعم. عشوائي مش عشوائي، بدها تتحط بمطرح، بدها تشيلها من بين البيوت. يعني فينا نقول للمواطنين اليوم عبر الاو تي في انه ممكن باي ساعه يتم اقفال الاوتوستراد بعد اجتماع الرؤساء البلديات بالنوفيات لانه ما في تجاوب. نحن لحد دقيقه بعدنا عم نقول يا شباب ما توصلوا لراون. رح ناخذ قرار بالاخر وحرر ابو ايدو، بس حيفكروا انه مفتاح المتن بايد حدا. نعم. مفتاح المتن بايد اولاد المتن. ما راح اقبل انا 150 انسان عندي بدايه الموسم الست. عم شو عم بيحطوا بالبلاد؟ ما الماضي كنت اقول لهم شو بعمل فيهم؟ باكلهم، بحطهم على تدخيتي، على السطح، وما بدي احطهم. طيب غير بلديات كيف عم بتشيلهم؟ غير بلديات ريس كيف عم بتشيل زبالتها مؤقتا هلا؟ عم نحطهم بكيس وعم نحاول ننقل من مطرح لمطرح، يعني حمينا مستشفى يوسف، عم نحمي بعض المطارح اللي هي نوعا ما بتشكل خطر. نعم. بس عم يضلوا بالمنطقه، عم يشيلوا بالمطرح لمطرح، يعني ما حدا مستعد يستقبلنا. ما حدا، حتى الارض اللي قلت اخر شيء هلا اللي عم فكر اني انقل عليها، اجاني معلومات امبارح انه البلديه المعنيه بالموضوع مش موافقه. ما حدا قابل. نعم. يعني مش عم يلعبوا عادي. يعني نحن رايحين على تصعيد، يعني نحن وصحة الناس، مصير العالم وصحة الناس مش ممكن نستهتر فيها على هالشكل عادي. استاذ جبارة، يعني نحن رايحين على تصعيد بالساعات المقبلة إذا لم يتم يعني إيجاد حل سريع للموضوع. نحن رح ندعي أصحاب رؤساء البلديات المتضررين من هالقصة هيدي وناخذ قرار نحن وياهم. شكرا لك استاذ انطوان جبارة، رئيس بلدية جديد البوشري سد، يعطيكم الف عافية. أهلا وسهلا فيك. مرسي. مارك، رح نرجع لك بالإضافة للحدث اللي عم تعملوه نهار التنين، يعني اليوم عناوين الصحف كلها مركزة على موقف التيار امبارح وعم تتساءل عن خطواته المقبلة بهذا الموضوع، لوين رايحين؟ اليوم صراحة قرروا بالحكومة أنه بعد 13% من المشاركة اللي صارت بال 96 قرروا يتخطوا نفسهم وينزلوا على 6% ويمكن أقل من تمثيل المسيحي بالحكومة، مع أنه ما منحب نقول تمثيل المسيحي بس هيدا الواقع، هيدا هو سبب تهميشنا. بقى انطلاقا من هون تيار الوطن، هن ذاتهم اللي كانوا بالقبل بعضهم مستمرين، هن نحن مسميهم قوة 13 تشرين. ايه؟ لأنه هن ذات الأشخاص اللي ودوا للنتيجة 15 سنة احتلال. نعم. التيار الوطني الحر مثل ما عود الناس وقت لازم يوقف رح يوقف، إن كان على المواضيع المعيشية وعلى المواضيع السياسية، لأنه كلهم مربوطين ببعضهم. صح. لأنه هي مافيا، وهالمافيا لازم تتفكك بطريقة، وقتها تتفكك بنكون لقينا حلول لكل شيء.
بقى اليوم في خطوات عم تندرس، بلشت لجان الأزمات ولجان اللي بتحرك الأرض بالتيار الوطني الحر باجتماعات مكثفة لنشوف شو هي أفضل سبل بعد 12 شهر أنه يتحرك التيار الوطني الحر ليرجع يرد الأمور على نصابها، لأنه الهيئة أنه هيدا قدرنا وحدنا. جهزوا سواعدكم يعني؟ عم بيجهزوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، تيار عطول الحاضر معود عظيم. على الأرض معود على الأرض، وهن الوحيدين أولاد هيدي الأرض واللي ناضلوا طيلة هيدي السنوات، مشان هيك الأرض بتلبيهم دايما مثل ما شفنا بالمظاهرتين الكبار سنة الماضي. نرجع لصحيفة الأخبار اللي عنونت صباح اليوم الموت في ضيافة آل سعود، وفاة 90,000 حاج ومعتمر في 14 عاما، بري لن أخوض معارك الحريري، عين الأطلسي على حدود حلب. وبنتابع أيضا مع صحف صدر اليوم، وبنوصل لصحيفة الجمهورية. الحكومة في كوما لا معلقة ولا مطلقة، الجامعة العربية الحج اختصاص السعودية، القصة الكاملة لتسليح الجيش، البنتاغون يفتح مخازنه، مشاعات الموارنة والرئاسة السائبة بعلم المسح، حيرة في اختيار التخصصات، من يوجه الطلاب؟ ليه بتقلطي الفوتبول دايما؟ تكرم عينك. ما بحب الفوتبول ليه؟ أبدا. أنا ما بحبه، بس في ناس تبقى ناطرة. برشلونة وريال أمام اختبار سهل، وبايرن يصطدم بشو؟ بشالكي. هي شالكي. شالكي شفت ليش ما بقرأ هون؟ لأني ما بفهم فيه هون. طيب. بعناوين المستقبل، الرابية تحاول زج بكركي في الصراع وتستعد للحشد الشعبي في 13 تشرين، والله عندهم معلومات أكثر منك. 13 تشرين حسموها. الحكومة صامدة والجمهورية على المحك، الرياض وأنقرة لا مكان للأسد في العملية الانتقالية، إيران تحول شوارع بغداد إلى منابر تحريض ضد السعودية، والعرب يدينون تصريحات خامنئي. شخص إنه ما يدينوا العرب تصريحات خامنئي، شو العنوين يعني؟ إيه منروح شو مطلوبة من بكركي اليوم؟ امبارح شفنا زيارة النايبين عم طلع بنصر وحكمة ديب لبكركي، وأطلعوا على أجواء التيار. بالنهاية بكركي هي قيادة زمنية وقيادة مهمة بالمعادلة، والتيار الوطني الحر مثل ما عمل على استمرار السنين بحط عطول بالأجواء كل القيادات وكل الأشخاص بالأجواء اللي عم بيفكر فيها وشو هو الاتجاه الموجه له. بكركي هو جزء من هالمعادلة ومهم يكون بأجواء اللي عم نحضره. في تحرك ب 13 تشرين؟ هيدا منه سر على حدا انه كل سنه التيار بيتحرك ب 13 تشرين، السؤال هو كيف رح يتحرك التيار الوطني الحر؟ بس التحرك في يقول لك انه بال 2025 رح يتحرك ب 13 تشرين، لانه هيدا تاريخ ثابت وتاريخ نحن ما بنظهر منه، ونقطه مهمه بتاريخنا. بس حبيت بالمستقبل انه عم تستعدوا للحشد الشعبي. هلا كل واحد بيشوف الحشد الشعبي من يمكن منظاره، يمكن على طريقتهم هن، يعني هن يمكن استعداد هو حسابات بنوك غدوات. نحن لا، عم نتواصل مع أرضنا مثل ما عطول متواصل معه، والأرض عطول حاضرة للشارع بقى، وهن بيعرفوا أكثر منا. معقول ما في بونات بنزين وبوستات بيروحوا بيجيبوا العالم بيبقوا مش عارفين وين نازلين وهيك؟ والله تكون صريح معك، إذا نحن جبنا بونات بنزين شعبنا بيرفض يخدم منا بقى. هاي تربية حلوة، هاي ثقافة مظبوط. بصحيفة البلد، جلسة حكومية من دون قرارات، وسلام يؤكد ميثاقيتها، وأيضا طريق العودة، البحث في التحديات. أولا المدارس الرسمية للأطفال من أب لبناني فقط، الانطلاق العام الدراسي في الأونروا أمل رغم الألم. إنه شو بدهم بالبلد؟ يعني شو بدهم يكون الطالب؟ يعني قتلانين هم النازحين السوريين ما يعلمون، صحيح، وبعدين ينقلبوا علينا قرار العادة. الوزير الياسبو صعب بمنع تسجيل الأطفال. إذا ما بدكم فيكم ترجعوا عبلادكم، في كتير مطارح مهمة هونيك ما فيها شيء، فيكم تتعلموا هونيك. صحيفة 100% هلأ هيدي نرجع نلفت الناس على قصة العنصرية. نحن منا عنصرية خي، بس نحن عم نحكي واقع. خلينا نحكي واقع، نحن كمان بهمنا نحافظ على بلدنا ونحافظ على أولادنا مثل ما غيرنا بده يحافظ على أولاده وبلده. ومنا تهمة طبعا، نتشرف الموضوع. أكيد نتشرف، وعلى رأس السطح عم نقوله. اللواء عنونات حقائق جلسة 16 بين الوهم العوني والفرص الضائعة، عون يطلب من نصر الله التضامن، وحزب الله يتصل بالمردة، وميثاقية سلام تبعد الانفجار، النظام يسيطر على الرموسة ويحكم حصار حلب، 1.5 مليون مسلم في مكة استعدادا لبدء الحج. وفي خبرية كتير حلوة اليوم باللواء، وثيقة تثبت زواج عبد الحليم وسعاد حسني، خلي بالك من سوسو. شو اللي بدل موقف حزب الله؟ شفنا يشارك بالجلسة السابقة امبارح، قرر يتضامن معكم ويغيب عن هيدي الجلسة. بفتكر انه باخر جلسة حوار كان واضح الامر،
انه قرروا قوى 13 تشرين انه يعيدوا نفس السيناريو وانه يجيبوا اشخاص اللي هن ذاتهم عطوا غطاء للاحتلال السوري بلبنان بوجودهم بالحكم، انه اليوم يحاولوا انه يعطوا غطاء مسيحي للمواجهة مع التيار الوطني الحر، وقرروا يعملوها من خلال شخص مسيحي. نعم. اليوم بفتكر انه حزب الله حريص على البلد، وحزب الله فهم انه التيار الوطني الحر وصل على مرحلة صارت المعركة وجودية. صحيح. بطلت معركة سياسية، ومن هون نتمنى انه يكون على هالأساس حزب الله اخذ قرار انه هو كمان يرن جرس الانذار ويقول انه وصلنا على خطوط حمر، انتبهوا ما تتخطوها. ولكن حزب الله بعده متمسك ببقاء هيدي الحكومة، قديش هيدي رح تشكل نقطة ضعف يمكن بتحركاتكم وخطواتكم المقبلة؟ لكون صريح معك بلا ما أكون متعجرف، تيار الوطن الحر منه ناطر حدا بتحركاته، وقتا نحن ننزل على الأرض منه ناطرين ضوء أخضر لا من حلفائنا لا مش من حلفائنا، نحن نزلين على الأرض، نحن رح نثبت موقفنا، وانطلاقا من هون اللي بده ينضم فيه ينضم، مثل ما معركة التحرير من الاحتلال السوري كانت من 90 لل 2005 انضموا اخر شهرين وسرقوا الشعارات، نحن هيدا قدرنا ما عندنا مشكله، رح ننزل ورح نواجه، وبدو يوصل لمحل كلهم ينضموا، اهلا وسهلا فيهم. ما في شهرين بوقتك يعني اقل بكثير. اقل ايه اعطيناهم. لا مع الجامعات. بالأنوار، مسير الحكومة بين سلام وحرب، أعطاء فرصة للتشاور وتهديد بالاستقالة. هلا حرب صار يقرر مسير الحكومة. انت قرر بالإنترنت بالأول وعطيني خطوط، يعني بس تخبرك خبرية، امبارح عم بطلب رقم بيطلع لي الريبوندور بيقول انه مش انه هذا الرقم خارج الخدمة او انه مشغول او كذا، قال انت خارج البوات تبع هيدا البلد، عرفت؟ ومعنه التليفون لوكال محلي، انت خارج العلبه تبع هيدا البلد. غريب. هلا الاستاذ بطرس والست اليس هن بيمثلوا، قبل كان في قيادات حزبيه، هلا صار في قيادات مناطقيه ومنزليه. منزليه صح، خلينا على منزليه. هلا قد النطاق تبعهم الوطني. في حدا عم بيوضح لنا، قال بخبريه البلد، نحن عم نحكي عن قصه الاولاد والمدارس. قال شريحه كبيره الام لبنانيه والاب غير لبناني، هيك قاصدين بالبلد. ايه بس بيكون الاب فلسطيني او الاب سوري، يعني نفس الشيء، بنرجع لنفس المشكله. طبعا الاب بيستوعب المدارس بكل بساطه. صحيح. هو شيء تقني، شو المدرسة يعني بياخذوا مطرح اللبناني بحطهم بجنينه، ما هن بدهم مثل ما عم بياخذوا مطارحنا بالمستشفيات، وعم بياخذوا ربطه الخبز كمان مدعومه، وعم بياخذوا من الكهرباء والمي والنفايات اللي عم بتزيد كمان بدهم ياخذوا، وكمان من البنزين كمان بالهواء عم بيقسمونا. هلا الهواء فيه كتير زباله، بس حتى هو عم بيقسمونا فيه. ليش الوظايف الاعمال كل شيء البطاله نسبه التسريح، حتى المحامين قال هلا بلشوا يستعملوا محامين سوريين. بالشرق، الشرق عنوانات: قاطع التيار الوطني وحزب الله والطشناق والمردة، فتحولت الجلسة إلى لقاء للتشاور، المشنوق: هذه الحكومة مأزومة فليكن نهجها الاستيعاب. مؤتمر الرابطة المارونية يطرح قضية النازحين، وأنقرة تدعم السعودية بالحج، والرياض تدعمها في سوريا. وصورة ترامب أول خطوة أول خطوة ستكون القضاء على داعش. ننتقل أيضا لصحيفة البناء، وهي الصحيفة الأخيرة معنا لليوم. عنوان: كيري يلتقي لافروف في جنيف بعد مماطلة، وغارة أمريكية تقتل قادة النصرة، السفيران الروسي والسوري، إنجازات الميدان والحزم السياسي يرجحان التسوية، حزب الله يمسك بزمام المبادرة في إعادة الوضع الحكومي إلى نصاب التفاهمات. خلينا نرجع نحكي شوي عن موضوع البطاقات، شو بتقولوا للناس اللي حابين ينضموا للتيار الوطني الحر، كيف فيهم يتواصلوا معكم، وللأشخاص اللي رح يكونوا باللقاء اللي عاملينه نهار التنين؟ أول شيء نحن ب 12 الشهر عم نتوجه لكل الناس ونقول لهم أنه التيار هو تجدد دائم، والتيار بيساع الكل. يلي عم بيجرب يوحي أنه التيار هو قيمة موقفة بوقت محدد من الزمن هو غلطان، التيار بيساع الكل، وأهلا وسهلا بالجميع بالتيار الوطني الحر، لأنه هذا الهدف الأحزاب السياسية. ثانيا نحن ب 12 شهر رح يكون في 3000 منتسب جديد، رح نشوف من خلال بلحق حدا بعد ينتسب هلا؟ أكيد، على ويب سايت التيار الوطني الحر في فورم للانتساب، كل العالم مدعوين ينتسبوا، مثل ما قلت صار في 3 أنواع انتسابات رح يشوفوها. بس بلحق الملتزم بعد هلا؟ إيه نعم أكيد، في الملتزم والبطاقة الشبابية وبطاقة المؤيد. نعم.
بالنسبة لبطاقة المؤيد هيدي ما بيمشي عليه يعني الإجراءات الحزبية؟ يعني كنا عم نشوف بالآونة الأخيرة أنه في تعليمات حزبية اللي بيخالفها بشكل علني يتعرض للمحاسبة، بالنسبة للمؤيد هيدا الشيء لا يطبق بلا عليه؟ كل شخص بيكون حامل بطاقة تيار وطني حر بده يكون منضوي تحت قوانين التيار الوطني الحر. الفرق بين المؤيد والملتزم هو أنه المؤيد عنده صوت يعطي رأيه بالانتخابات اللي هي تمهيدية للانتخابات النيابية والبلدية وما شابه، أما الملتزم عنده ساعات محددة بده يحضرها من اجتماعات جمعيات عمومية وبيشارك فعليا بالعمل الحزبي. عدد من الساعات ضروري يحضرها؟ لا، عدد يعني اجتماعات محددة بده يحضرها، مش أنه منه بس مؤيد للتيار الوطني الحر. في التزام، في التزام مزبوط بالمشاركة. حبينا نفرجي هيدي الصورة من ضمن الكاريكاتور للسينجر ريما ديب. اخذ ضجة كتير ريما على مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. خاصة بالفيديو اللي بدأ فيه العالمية. كنت الفستان الأسود بطرح هيدا الزهر. لك هي بتجدد دائم بحسب ما بتقول وبهم توصل للعالمية. لا وصلت. وصلت. وصلت أكيد. هلأ بصحيفة البلد كاريكاتور ستافرو جبرا متن النائب سامي الجميل وكرة النفايات. الجميل التقى رؤساء بلديات المتن وتأكيد على ضرورة المباشرة باللامركزية بدءا بملف النفايات. الدولة عم يرمي كرة النفايات باتجاه الدولة. وأيضا بالكاريكاتور بالجمهورية لأنطوان غانم، سلام إنتاجية الحكومة أساس بقائها، فخر الإنتاج الحكومي، لا حوار ولا شحار، فساد بكل دار، زبالة بالأنطار، معه حق المواطن. وقد ما نحكي يعني هيئتهم دايرين دينت الطرشة الشباب، ما عاد في شيء بدنا نشوفه. شكلنا مع اليوم مبسوطين بريما ديب. ايه. وايضا بتحقيق صحفي بيقولوا فيديو فاضح هل تخطط ريما ديب كلينك ويموت، طبعا الحكم للجمهور بهذا مش لقلنا نحن لا تعليق، نحن بس نمعن النظر. صحيح. أطشر لك بعتذر. لا خلاص ما خلاص هلكون إنه خلصنا وقت ما في بقى كتير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مارك سيسين منسق لجنة النشاطات بالتيار الوطني الحر، نحن بنشكر حضورك معنا. طبعا مبروك من هلأ للسبت بنهار النشاط التنين. أوكي. شكرا لك مشاهدينا، نحن بريك صغير ومنتابع بعده فقراتنا، خليكم معنا. هيئ بلد، لا مش بلد، هيئ الرد العالم مجموعين.